قطرة من النور سكبتها سحائب الخير على جدب الصحراء، فصارت جداول من النور تنير القلوب بالضياء. وبدأ توافد الركع السجود، على بقعة طاهرة من أرض الله. بنى الله لمن بناه بيتا في الجنة. كانت البداية عام 1405 هجرية 1985 ميلادي، حينما شيد الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي أول جامع نموذجي في مدينة الرياض بحي الصفا، ليحقق رسالة الجامع ودوره في النهوض بالمجتمع. وكان نموذجا رائدا ومتكاملا لبيوت الله تعالى. وبعد النجاح الباهر للنموذج الأول لجامع الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي في الصفا، عمد الشيخ إلى تشييد منارة أخرى في مدينة الرياض، فكان جامع الجزيرة. وقد تميز الجامع بطراز هندسي فريد وهيئة معمارية بديعة تحمل بصمات أندلسية أصيلة، في مشهد تتجلى فيه روعة البناء وعبقرية التصميم، ليصبح معلما من أهم معالم مدينة الرياض ونموذجا متكاملا لما ينبغي أن تكون عليه بيوت الله في الأرض. تم افتتاح جامع الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي بحي الجزيرة في 12 من شهر شعبان عام 1425 هجرية، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حينما كان أميرا لمنطقة الرياض آنذاك. تبلغ مساحة الجامع حوالي 13,000 متر مربع، ويعلو الجامع مئذنتان مرتفعتان تتوسطهما قبة ضخمة يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة. والمدخل الرئيس للجامع عبارة عن رواق كبير يتوسط الجامع، وعند منتهى مصلى الرجال يوجد سقف مصنوع من الزجاج بارتفاع 25 مترا مربعا، يسمح بدخول الإضاءة الطبيعية، وتحيط به مشربيات ذات طراز فني بديع. ويتميز الجامع بأبواب خشبية واسعة تضفي إليه رونقا وجمالا. وفي ملمح جمالي مبهج يبهر الأعين، كانت تلك المعلقات الضوئية الموزعة داخل الجامع وبخاصة تلك ثريا البديعة ذات الثلاثة أطواق التي تتدلى منها القناديل لتنشر نورها في كل مكان. يشتمل الجامع على مصلى كبير للرجال يتألف من ثلاثة أدوار، ويتسع لحوالي 18,000 مصلٍ. ومصلى خاص بالنساء يتألف من دورين ويتسع لحوالي 2500 مصلية.
وتنتشر في جميع باحات المسجد برادات الماء. ومما يميز الجامعة المكتبة العلمية الضخمة والتي تخدم طلاب العلم والباحثين، ومزودة بأجهزة الحاسب الآلي مع خدمة تصفح الإنترنت. وتشمل المكتبة على حوالي 18,000 عنوان. كما يحتوي الجامع على قاعة كبيرة متعددة الأغراض مخصصة للندوات والفعاليات تتسع 150 شخصا، بالإضافة إلى قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار. وفر الجامع مبنى مخصصا لمواقف السيارات من عدة طوابق، بالإضافة إلى المواقف الجانبية حول الجامع. ومما تميز به هذا الصرح الإيماني المبارك تقديم خدمة العناية بالموتى، وتعتبر الأشهر على مستوى الرياض، وتضم مغسلتين للرجال والنساء لتغسيل وتكفين الموتى، مجهزة بكافة مستلزمات التغسيل واحتياطات السلامة الصحية والأدوات المتطورة لتسهيل عملية التغسيل وفق المنهج النبوي. والطاقة الاستيعابية للمغسلة تصل إلى 11 جنازة في آن واحد. ويدرك زائر الجامع أنه أمام منظومة من البرامج والخدمات المجتمعية تضاف إلى إقامة شعيرة الصلاة العظيمة. يعتمد الجامع على منظومة تقنية فنية متكاملة ذات تكنولوجيا عالية، انعكس أثرها على خدمات الجامع المتنوعة ووسائل التعليم والتعلم، حيث تتوفر تجهيزات فنية للبث المباشر وإمكانية التسجيل للخطب والمحاضرات والصلوات من خلال غرفة تحكم خاصة. كما أن الجامع يقدم خدمة الترجمة الفورية للخطب والدروس والمحاضرات لينتفع بها غير الناطقين بالعربية، كما تتم الترجمة بلغة الإشارة للصم. ولدى الجامع أنظمة أمن رقمية بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المصلين، ونظام تقني عال في استشعار الحرائق والأخطار والأعطال لجميع مرافق الجامع من خلال إصدار تحذيرات وإنذارات في حال وجود حريق لا قدر الله. وتظل السمة البارزة في عموم جوامع الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي هي النظافة الفائقة والعناية بالمرافق خارجيا وداخليا على مدار الساعة، مما يشعر رواد الجامع بالراحة والهدوء والسكينة. ولعمارة بيت الله معنويا تقام في الجامع البرامج المتنوعة والحلقات التعليمية، وكان الاهتمام الأول هو العناية بكتاب الله تعالى بإنشاء حلقات نموذجية لكل فئة عمرية أو مرحلة دراسية لتخريج حفظة متقنين للقرآن الكريم بقراءته وغرس قيم وأخلاق القرآن الكريم. وقد أولى الجامع اهتماما كبيرا بالسنة النبوية المطهرة من خلال برنامج علمي يهتم بحفظ ومراجعة أصول الأحاديث النبوية عبر منهجية محددة بهدف حفظ السنة والعمل بها. وكان الناشئة موضع اهتمام كبير من الجامع لغرس القيم والأخلاق الرفيعة في وجدان الناشئة في سنوات عمره الأولى من خلال الروضة والمدرسة التمهيدية، والتي يتعلم من خلالهما الطفل مبادئ القراءة العربية والكتابة بطريقة علمية صحيحة في بيئة تربوية متميزة. كما يقام في الجامع برامج دعوية نوعية لتوعية الجاليات وتعليمهم أمور دينهم، بالإضافة إلى برامج متخصصة وممنهجة لطلاب المنح.
وما أجمله من كلام رحمه الله تعالى. ولذوي الاحتياجات الخاصة نصيب، فقد أعد لهم مكان مناسب ومدربون مختصون لتمكينهم ومساعدتهم في الاندماج في مجتمعهم من خلال مشروع نوعي جديد ومتطور. جامع الراجح واحة من السكينة والهدوء تألفها قلوب المصلين في شهر رمضان المبارك، بينما يتأهب الكثيرون للتفرغ للعبادة وقراءة القرآن وصلاة التراويح والقيام. اللهم أصلح له زوجه وولده، واجعل عمله خالصا لوجهك الكريم، وبارك له في سمعه وبصره. إضافة إلى برنامج حافل بالحلقات العلمية والتعليمية والدعوية من دروس ومحاضرات طوال أيام الشهر الفضيل. وفي شهر رمضان يتم تقديم وجبات إفطار الصائم في مواقع مختلفة. وفي العشر الأواخر من رمضان يعتكف في جامع الراجح نحو 600 شخص سنويا، يتمتعون بأرقى الخدمات ويتلقون العناية والرعاية الخاصة. يقدم للمعتكف 3 وجبات يوميا يراعى فيها الجانب الصحي والتنوع، ووجبات خاصة لمرضى السكر. كذلك إفطار الصائمين طوال العام ليومي الاثنين والخميس والأيام البيض والأيام الفاضلة. وفي أيام الأعياد يتم تقديم هدايا للأطفال لرسم البسمة على وجوههم البريئة. ولا زالت هذه التجربة الرائدة تثبت كل يوم أن الجامع يمكن أن يمثل منظومة علمية وتعليمية وخدمية يتحقق من خلالها تربية النشأ وتعليم الشباب والفتيات، وتوجيه المرأة والنهوض بالمجتمع بكل أطيافه، وأن علاقة الفرد المسلم بالمسجد لا تقتصر على إقامة الصلوات وحضور الجمعة فحسب، وإنما هو تواصل مثمر وتفاعل بناء لتحقيق العمارة الحسية والمعنوية للمسجد.